الزول في الاول نيت ما يسمى الزول مقران مرحبا اسوان ان شاء الله هاتي لاباس صحة رمضانكم الساعة ديجا راهي 24 ما بقاش باش نتفطروا ان شاء الله نقول لكم دافونس صحة فطوركم. سي فري الناس تعاني، كنت نتكلم دوكا مع الناس مساكن رايحين كما قال لك يديروا لاشين على الحليب. الناس تكلموا معايا قلت لهم خليكم من الحليب هذا، ما كانش سي نورمال. قلت لك احنا مش لينا احنا، مي الاولاد عندهم الحق. كذا الاولاد يعني مساكن ما عندهمش الحليب سي تان بروبليم يعني، والله للاسف هذا الجزائر هذه اللي كيما قال واحد كرون بي كيما هذا اللي ما كانش الحليب، ما كانش الزيت، ما كانش لي برودوي يعني النيسيسير يعني اللي راهم يطيشوا حتى عند الافارقة وراهم منا، والناس هذو ما قدروش باش يجيبوا الحليب يوفروا الحليب للسيتويان يعني كيما قال واحد الله غالب والله الله غالب طول. مش هذا هو الموضوع نتاعنا. حبيت قبل ما نتكلم على الموضوع نتاعنا نشكر بزاف الناس اللي بعثوا لي في الميساج والناس اللي بعثوا لي في الفيديو ويقولوا لنا تكلمنا على تالي تال سوجي، نشكركم بزاف يعطيكم الصحة. الناس ثاني اللي حاولوا باش يتكلموا معايا وما قدروش يعني يعيطوا لي شاك فوا نقول لهم يعطيكم الصحة، مي سامبلومون نحب غير نفهمهم الناس هذو راني ما نقعدش جي با دو طون، سمحوا لي يا ناس انا قدام خطرة نقول الناس اللي عندهم كاينش انشغالات هكذا اللي قادرين نتكلموا معاهم نتكلموا في بعض مع بعضنا هكذا يخليوا لي ميساج كي نضل عندي وقت نعيط لكم، اذا ما عنديش وقت جي با. ساعات نكون سوق، ساعات نكون نخدم، ما نقدرش بابا جي دو ترافاي، ما نقدرش نهضر مع الناس الكل. ايماجينو كل صباح كل عشيه حتى في الليل الناس تعيط، انا مانيش نقعد نجيب نهار كامل والليل وانا نهضر الو الو ولا في الميسنجر ولا منا لا غالب. يفوت نتفاهموا بعضنا شويه، انا كي نحب نعيط للناس نخلي لهم ميساج قال ودي راني نحتاجك ولا راني نحب نعيط لك اسكو نقدر ولا لا وكتاش ولا كان. وحتى ناس يعني كثر خيرهم بزاف بزاف ناس محترمين مساكن والله غير يبعثوا لي يقولوا لي يا ولدي غدوه على 10 ولا غدوه على 11 تكون نقدروا نعيطوا لك ولا غدوه على الوحده ولا منا، مي اخرين يقعدوا يهز التليفون يعيط ولا يصوني انا نحشم حتى كي ما نريبونديش الناس ولا غير نحشم، مي الا غالبا جو با ريبوند ا تو الموند ما نقدرش نهضر مع الناس الكل سمحوا لي. على كل حال نشكركم بزاف بزاف يعطيكم الصحه. الموضوع تاع اليوم راح نتكلموا على الشيء اللي صرا في التسعينات، والناس بزاف اللي ما حضروش التسعينات الله لا يشوفكم واش صرا في التسعينات، خاطرش كانوا بزاف دوكا دي جون مساكن ما حضروش واش صرا في لي زاني 90، اخرين كانوا صغار ما حضروش. دونك والناس تكلم وكل واحد وهذه التسعينات وداروها بالعاني وما نعرف واش والجنرالات ورجعوا حتى الرجال الفحوله الجيش الوطني الشعبي اللي كنتوا تشوفوا فيهم نحييهم، وكامل ثاني جنرالات اللي كانوا حضروا التسعينات يعني رجاله ولاد الشعب. دونك انا ما ندخلش في المشاكل اللي عنده مشكل مع كانش واحد ولا من هذه حاجته، حنا نتكلموا على واش صرا في التسعينات باش ما يغلطوكمش الناس اللي يقول لكم باللي راهم كانوا حتى الناس اللي هربوا من الجيش راحوا الله يسهل عليهم عندهم مشاكل مع الناس يجيو يحبوا يغلطوا الناس يقول لك انا وقال لي راهو عم طرحوا. شوف ديك الهضره هذيك راهم طرحوا عليا باش نطلع نلتحق بالجيه، وقلت لهم لا لا يعني والله غير شيء اللي ضحك والله يا جماعه والله غير شيء اللي ضحك يا جماعه. شوفوا نقول لكم يا جماعه انا نقول لكم حاجه، لو كان جات اي دوله اون بويسونس دو موند مو تقول لي تو سويت سي سي تون لالجيري باكزومبل الشيء اللي صرا في الجزائر في التسعينات سي سي تي اون بويسونس والله راهي طاحت يا جماعه والله راهي طاحت راهي طاحت وراهي راحت البلاد هذيك خلاص خلاص. باسكو اتونسيون الناس ما عرفتش واش راهم صاري، الناس ما يحسبوا راهم الارهابيين هذو يجيو هكذا فاس فاس وانت منا هما منا ويضربوا، ما كاينش منها. الارهابيين هذو الاسلامويين هذو سو سون دي لاش، نقول لكم انا نقولها لكم سي تيروريست سون دي لاش. بوكوا؟ باسكو فيان جامي اون فاس، يخدعوكم او معاك او قاعد معاك في البلاد ويخدعك هاو الارهابي
حاول كيما يدوا الارهابيين سي بار خديعه. اذا قتلوا نتاع الجيش وقتلوا لابوليس وقتلوا خديعه، يخدعوا الناس، خداعين. 60 ديلاش عمرهم ما يجوا اون فاس، ولا كون يجوا اون فاس يهوى يهوى نسكدوا كيما قالوا احنا نسكدوهم في 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 ميم با شهر نسكدوهم. مي هادو يهربوا في الجبال وساعه ساعه يدخلوا يديروا دي زاتونتا سي دي زار ويهربوا. دونك باش نقول لكم الشيء اللي عقبوا الجيش الوطني الشعبي تاعنا وكل سلاك الامنيه في سوا الدرك الوطني شرطة كيف اسمهم الغارد كومينو مساكن اللي مدوا، علاش اللي نقولوا للناس يا ولدي مدوا الحقوق تاع الناس؟ هاد الناس هادو خرجوا جدرهم عليا الرصاص باش يكون في عينكم، وما تنجمش نتاع الساعتين نتاع الليل 12 تاع الليل تطلع للجبل لي بومب يسوطيو عليك، صحابك تشوف فيهم كيفاه رصانهم طيارين وانت رايح تحارب الارهاب. هذه راهو نقول لكم كيفاه الناس يديروا باش يطلعوا للجبل. ما تصدقوش، والله ما تصدقوا، واحد ما يروح انسان او انسان انسان او انسان او موش كواك يكون واش عنده جنرال يكون كولونيل يكون بارا يكون واش يكون، راهو رايح للموت باش نفهموا مليح، راهو رايح للموت. ما على بالكش انت كيفاش الناس يخرجوا لك من 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 بلاصه من البلايص، ولا انت تمشي وتصوت عليك بومب وروح وروح. الناس يحسبوا فيها سهله، ماهيش سهله، ماهيش سهله، خلاص خلاص. ما جينا نخرجوا من هذه المشكله نتاع التسعينات، فيها الاف نتاع الناس اللي ماتوا، الاف الناس تقريبا كل واحد يمد دي شيفر، دي شيفر اوفيسيال ما نعرفوهمش، مي كل واحد يمد دي شيفر اوفيسيال دي شيفر يعني حتى في الحرب بتاتر ما يكونوش كيما كاين 200 الف واش 200 الف قتيل، وبلا شي الناس اللي راحوا مفقودين، وبلا شي النساء اللي اغتصبوهم باسم الاسلام وروح وروح. وقلنا باللي وصح يعني الجيش الوطني الشعبي وكل الاسلاك الامنيه وحتى لي باتريوت كيما قال واحد المجاهدين، احنا الطوار نتاعنا المجاهدين هما اللي طاروا وهزوا السلاح وثاني في بلاد القبائل بارتو مجاهدين ولاو عاودوا هزوا السلاح، يعرفوا مليح لي غوت، يعرفوا مليح كلش. الحمد لله، يعني الحمد لله. مناطق اخرى عانت بزاف، وكانوا حتى مناطق حروهم باش يكون في عينكم، باش ما يكذبوش عليكم، كانوا مناطق حروهم تلقى فيهم الا الارهابيين يدوروا بلي كلاش في وسط لي فيلاج، باش يكون في عينكم، باش يكون في عينكم حتى من بعد. باش ما تقدروش، ما تقدرش 48 ولايه انت هم يضربوك هنا، هم يضربوك هنا، هم يضربوك هنا، ساعات يديروا لك بالعاني، يطاكيو لك كازار بالعاني منا باش يروحوا هما من هنا كيما قال واحد يديروا الاخر. وصعيب الحال، كانوا حتى وين يجي تليفون يعيط لك يقول لكم هم الارهابيين هم قتلوا ناس من هنا، انت تروحوا يخرجوا لكم بلاصه اخرى يتيروا عليك. دونك التسعينات كانت حتى لي كوميساريا باش يكون في عندكم يغلقوا، يغلقوا نعم تجي الربعه نتاع العشيه يغلقوا، تغلق الكوميساريا. حتى المكان اللي تعقب عليه باش تعقب عليه مغلوق، باسكو لي زاتونتا المشاكل الطوموبيلات معبين كيما قال واحد ديزيكسبلوزيف يطيشوا فيهم على لي كازيرن على على لي كوميساريا على في الليل، واحد ما يرقد في الصباح الطور تلقى الريسان كيف يطيشوا دوك البلوطه لي بالون تلقاهم الريسان يطيشوا. ماهيش سهله واش عقبت الجزائر، ماهيش سهله. ويجوا الناس اليوم يعيطوا يقول لك مخابرات ارهابيه، شوف يعني هذيك القبحه هذيك، مخابرات ولاد الرجال، مخابرات ولاد الرجال ولاد الفحوله ولاد الشعب، مش ارهابيين. لو كان ماهمش المخابرات الجزائر هذه راحت. ثاني مخابرات وش هما؟ معسكر، هذو نهضروا على تاع الاي ام بي، معسكر باش يخدموا واش يقولوا اون سيفيل وكيما قال واحد وخلاص. حنا ديما نقولوا باللي on fait jamais d'omelette sans casser des œufs. دوكا ما نجموش نقولوا باللي الصحفيين كاملين ناس يعني ناس ملاح وناس خاطيهم مشاكل وخط، لا 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 اسمحوا لي، كيما نقولوا حنا في كل بلاصه تلقى المليح تلقى القبيح، في العائله تاعك في العائله تاعك فيها الانسان المليح وفيها الانسان القبيح. كانوا ناس في الامن وخدموا في الامن وما كانوش في المستوى، واللي فاقوا بهم كسوا في الجيش الوطني الشعبي ولا كسوا في الدرك ولا كسوا في الشرطه، انهيا مهامهم، شنو تفهموا؟ انهيا مهامهم.
نعم، ماهوش واحد، ماهوش زوج، ماهوش 10، ماهوش 20، اللي تحكم يروح، مابقاش. دونك إذا كاش ما كان واحد عنده ريغلومون دو كونت مع واحد ولا واحد، جو سي با، باسكو الدنيا كانت مخلطة، ساعات توصل ما تلقاش، تلقى باراج وتكلحوا الأمنيين الآخرين مساكن، تكلحوا، تكلحوا، ساعات يكون أمني عاقب في طوموبيل ولا حاجة، يلقى باراج يحسبهم تاع عسكر ولا تاع جدرمية تاع لابوليس، يقول لهم راني كوليك، ثم يتكاو عليه يذبحوه باش يكون في عندكم. نعم سي سو، خاطرش علاش سرقوا المعدات وسرقوا لي توني تاع كيف يسموه الامن، وسرقوا لي توني تاع الشرطه، سرقوا حتى لي دو حتى لي راديو تاع كي والكي، يديهم يداهم معاهم. دونك ساعات تشوف باراج ما تعرفوش اذا سي ان باراج تاع الامن ولا باراج تاع تاع الذباحين لابسين لي توني تاع لي بارا تاعهم، كي يقتلوا العسكر ينحيو لهم، يديو لهم السلاح نتاعهم، يديو كلش تاعهم، يديو حتى اللبسه، يديو كلش، يديو حتى لي كارت تاعهم، يديو كلش. دونك ما كانش الحلها سهله. حسبنا باللي المجهودات اللي دارت في التسعينات راح ما عادش تعاود عندنا ان شاء الله بحول الله، باسكو كانت كيما يقولوا البلاد على شفا حفره، كيما يقول واحد، كانت باش البلاد تروح، كانت البلاد راحت كيما قال واحد، بقاش هما ديك الناس مع الربعة تاع العشية ما تقدرش تخرج، الربعة تاع العشية خلاص ما تقدرش تخرج، الربعة تاع العشية كل واحد يحكم دارو وكل واحد يستنى في الدور تاعو وقتها يموت. هذه هي سي تو، الفوبا نكذبو على بعضنا باش نقولو لا لا كانت الناس تحوس وكانت يكذب عليكم، الكذب كاينش منها. كاتر دو سوار تبقى الربعة تاع العشية، الناس كل واحد يحكم سبعو، كل واحد يحكم، ما يخرج الا اللي خارج على مهمه، هذا ما كان، تلقى الجيش مساكن يفطروا حتى لبرا، رمضان يهزوا معاهم طرف التمر ويهزوا منه، خطرش داروها في رمضان، واش يديروا الناس يتفطروا، هما يعطيو الفيلاج، يعطيو الناس، يعطيو المؤسسات، يعطيو في رمضان، دونك عادت الناس تفطر لبرا. انا على بالي بلي الجيش الوطني الشعبي مساكن اللي في البلاد في البلاد، واللي برا في البرا يخرجوا، كي يشوفوا قد ربع ساعه الاذان يخرجوا، كلحوا الناس بزاف، كانوا خطرا ذبحوا تقريبا 11 ولا 12 من لي غارد كومينو مساكن، علاش؟ خاطر كانوا يعسوا، كي جا عسوهم الفطور، الفطور مساكن هزوا حطوا السلاح نتاعهم وراحوا يصليوا مساكن باش يفطروا، جاوا دخلوا عليهم وذبحوهم في 11، باش نتفاهموا، راهم سيدي 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 سوفاج باش يكون في عندكم، هذو مسلمين، هذو مسلمين، هذو راح يذبحوا ناس كيما هو ويعيطوا لهم يا الطواغيت، خاطر يخدموا مع الدوله بور الطواغيت، باش تشوفوا كيما شفنا البارح السيد تاع البوليسي اللي ذبحوه مسكين في الاخر، ما خلاو حتى الصحفيين ياكلوا فيهم واحد بالواحد. الوقت هذاك انا كنت نخدم مع لوسوار دالجيري، حطوا لي بومب قدام واش يقولوا كاميون بي جي في طهر جاوت في واحد لوسوار دالجيري في الباب بعد، الله يرحم الشهداء، الله يرحم احبابي وصحابي اللي توفوا في هذاك الضربه هذيك. دونك هاد الناس هذو راهم سيدي 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 جون كي سون مالاد، دي جون اللي ما على بالوش يقتل، كانوا ناس قتلوا واش يقولوا اللي ليهم بعد ليهم، كاين واحد قتل نسيبو يخدم مع الامن، جات اخت السيد الارهابي هذا تحاول في راجلها، لازمنا نجيبوه، قال نجيبوه نديو كيما قال واحد الامن، وكي ان شاء الله دوك بلاك يحكموا عليه خفافي وخلاص. هي الليله هذيك جا بات عنده واش يقولوا، خطف له السلاح، قتلو وهز السلاح وتعاود طلع للجبل، سي سون دي مالاد، خلى اختو هجله. واش تقولوا لي نتوما؟ سبحان الله، واش تقولوا لي نتوما؟ دونك مخلطة، ما تفهم فيها والو، ما تفهم فيها، تمشي مع تمشي فيها. نزيد نحكي لكم حكاية اللي علاش تضحك، زوج يمشي، واحد يمشي، الآخر شاف الآخر يمشي وراه، حبس وقعد خلال الآخر عدة، زاد الآخر كي خدمت له شوية قال له واش بيه هذا كان يمشي ولا حبس، الآخر دار روحو يلبس فيه صباطو. كي عد عليه الاخر قد قد، من بعد الاخر حبس، قال له اسمع واش تحب عندي؟ قالوا له انا حب عندك، قالوا انت اللي تتبع فيا، قالوا لا انت اللي تتبع فيا، قالوا مين تحب، منين تحب تروح انت؟ يقول لي قالوا مين تحب تروح؟ قالوا نحب نروح منا، قالوا هيا روح اخويا انا نروح منا. دونك الاخر خاف، يعني باش تشوفوا كيفاه واحد ما على بالو بواحد، واحد ما على بالو واحد، من بعد جبت الكابوس يطيح عليك، انت
من بعد يولي يفجر عنده سنتر ديكسبلوزي في فريش فجرها عنده سون دي جون كي سون مالاد. والامن يعني اللي دار يعني الامن كيما قال واحد راهو ما تلقاوش امن في بلاد دار كيما دارت الجيش الوطني الشعبي وكل الشرطه مساكن اللي باتوا حيين اللي باتوا حيين ولا الدك الوطني مساكن ولي غارد كومينو اللي كانوا في الواجهه لي غارد كومينو كانوا مساكن اون بريمير ليني باش يكون في علمكم لي باتريوت بزاف هذو تاع المجاهدين دونك باش ما ننساش الناس واحد الوقت يقول لك نسيتنا الغالب مي كل الامنيين كان حتى الناس دي سيفيل هازين سلاح رجال فحولة اللي ما خافوش وهزوا سلاح نعم في الوقت هذاك هزوا سلاح نعم هزوا باش يمنعوا بلادهم وباش كيما قال واحد يحاربوا الارهابيين وروح روح دونك حنا حسبنا ما عادش يرجع الوقت هذاك كيفاه جات هاد التسعينات هذه ما جاتش هكاك برك حنا قاعدين والتسعينات جات هابطة علينا كيف عليك الكلام جات باسكو تعفنت تعفنت الدنيا تعفنت كيف اسمه لا سيتياسيون لي بوغي جا من هاد التسعينات هادي جات من هاد التسعينات هادي حتى كيما درك سي لا ميم شوز كيما درك كيما درك علاش هو اون 88 كي خرجوا الناس يمانيفيستيو علاه خرجوا في 88 خرجوا باش يحبوا يبدلوا الحكم ولا يبدلوا نو باسكو كرهوا الناس ما عندهمش الماكله ما كانش الاخر ما كانش منا الناس كرهت جاو خارجين كي وقعت فيها حتى نتيراو عليهم قتلوهم وكذا علاش باسكو كي تعفن الامور حنا حسبنا نديو دروس من التسعينات ونديو دروس من 88 نديو دروس والناس هادو شافوا واش راه صرا نوكلوا ربي حنا نوكلوا ربي على الناس اللي ما كملتش في المسيره خاطرش كون كملنا في المسيره الفيس هذا نحى من الكاغد ما يخلوهم كيما قال واحد ينشطوا اما يشطوا ليليو وما ينشطوا خاطرش الوقت هذاك عاد الناس صرات عاد الناس حتى اللي عنده لحيه نحاها ما عادش سفيني يجي سي عمك بوتفليقه اللي جا قال لك من أراد أن يلتحي فليلتحي ومن أراد أن المسلمين يجيب العلم المسلمين يجيب يعني خلوطة يعني خلوطة قلت له يا أخي أنت عدينا 10 سنين نتاع كيف جهنم كيف أنت من أراد أن يلتحي يلتحي هذا هاكم تشوف فيهم اليوم كيفاش اللحية الحجر وكما قال واحد حتى دوكا دخلوا لنا حتى المؤسسات نتاع الدولة يا صاحبي سبحان الله العظيم لا لازمك باش تكون مسلم لازمك تخلي اللحيه نتاعك لهنا باش تكون مسلم لازمك تلبس قميص باش تكون مسلم ولا ها الناس اللي داروا لنا هذا الشيء هذا سي بوتفليقه ربي يرحمه على كل حال نزيدوا له بالرحمه قال لك نديروا هذه كيف اسمها لا ريكونسيلياسيون ناسيونال يا ناس راه ما يقبلوش هاد الناس هادو راه ما يقبلوش واش تجيب لهم العسل في فمهم ما يقبلوش الناس هادو جاو بالدين ماهمش تاع دين هادو جاو باسم الدين يحبوا الحكم اعطيهم الفاتح اذا تحب اعطيهم الفاتح يرجعوها لافغانستان ولا ما يقبلوش ما يقبلوش والله يجيب له لو كان تجيب له عمر بن الخطاب بعد والله ما يقبلوه ما يقبلوش الناس هادو يجي تقول لي انا ندير لهم ندير لهم مصالحه يا ولد الهزروال يا ولد الهزروال خرج هذا عباسي المدني من الحبس وخرج عليه بالحاج من الحبس وزوج عليه وزوجوا هذا عباسي المدني باسكو مرته راحت كيما قال واحد هي ولادها هربوا بكري قبل ما تصرا مشاكل هربوا راحوا دونك زوجوه هو في الحبس عياو عطاوهم فيلا وجابوهم وقال لهم يا ولدي وكذا ومنها قال لهم لا ما نقدروش ما نقولوش حتى الواحد يحبس الضرب ما يحكاش خلاص يولوا رجعوهم الحبس ما يقبلوش جا سي بوتفليقه يحب يدي بري نوبل دو لا بي ولا داونا فيلمات هذو نتاعهم ورانا لا سمحوا لي لو كان يقول لكم واحد باللي هذه لا ريكونسيلياسيون ناسيونال هذه هي اللي جابت سلم قال انت كذاب قال انت كذاب على بالكم شكون جاب السلم جابوا الكلاش هام اللي كانوا تشوفوا فيهم هذو هما اللي جابوا السلم يكذب عليكم اللي يقول لكم بلي راهو السلم حتى هذو نتاع الاياس اللي هبطوا راهم كانوا مسركلين باش ما يكذبوش عليكم كانوا مسركلين في جيجل هازين ضربوا بيض وقاعدين في الجبل باش نتفاهموا مليح مزراق هذا الارهابي وجماعته هذو كامل عم يكذبوا عليكم هذيك الفيلمات يشوفوا فيهم هذوك وراحوا لهم وراح لهم جنرال الاخر وكذا هذه كامل فيلمات باش نتفاهموا سي فيلم كاينش خلاص كاينش يسو يدي اون سيركلي بقاو اللي ما حبش يهبط يموت هذا ما كانش بون كانوا يعطيوهم مهله قال تهبطوا ما كانش خلي يموتوا يموتوا خير ما يبقاو يعفنوا البلاد راك لا جابوهم ولاو خلاوهم حتى ولاو هذا وين صرات برك قولوا لي بك يرحم والديك وين صرات ودوك نرجع عليها بحليمات نعتاكم واذا
اذا ما كانش دوك راح الحال، راح الحال سمحوا لي ما نقدرش نعاود نرجع ليها. خلاوه الدار هذا المدني مزراك لم الكريمينال نتاعو، لم لي كريمينال نتاعو، لمهم وراح للجيجل وعاودوا قعدوا مع بعضاهم وسيدي الارهابيين ارهابيين باش تشوفوا. هذا مدني مزراك هذا حتموا على ويحيى يستقبلوه، حتموا على ويحيى باش يدخل في طابيروج يستقبل واحد ارهابي دباح امير نتاع الارهابيين يستقبلوا ويحيى، حتموا على ويحيى. ويحيى اللي كان يقول لهم باللي هذه نتاع المصالحه ومنها، قال لهم وي نصالحوا، قال لهم بشرط هاك بعد، قال لهم بشرط ديسكي مازالوا لي لي فيديو كاينين، قال لهم بشرط نصالحوا بصح فرد شرط نطلب عليكم فرد شرط اذا تنجموا ديروا هنا نصالحوا. واش هو مشي ويحيى قال لهم ترجعوا لنا الناس اللي قتلتهم ونصالحوا. سي فري ما بقاش مصالحه، واش المصالحه؟ نصالح شكون مع من؟ نصالحوا شكون؟ علاش؟ عندي مشكل معاهم انا باش نصالح معاهم؟ ما تحتمش شكون الناس هادو هزوا السلاح ضد بلادهم، هزوا السلاح ضد بلادهم، ذبحوا شعبهم، ذبحوا الناس، ذبحوا اطفال صغار، اطفال سكوتي مسكين سكوت سكوت داروهم دي بومب قتلوهم، واش تقولي انت تصالح معاهم؟ واش تصالح معاهم؟ كانش كانش. دونك اليوم الوضع راه في خطير وخطير جدا، اميتوبيي بار 20 على التسعينات، اميتوبيي بار 20 باش نتفاهموا مليح. علاش؟ باسكو كانت فيها ليسي الي، خلي برك وخلاص، بوتفليقه الله يرحمه حب يحكم الكرسي وحب يدي بري نوبل دو لابي، خلاهم جماعه تاع اللي في المسؤوليه كيف كيف، قال لك لازم نصالحوا. يا ولدي صالحت، نحيت انت الارهاب، نحيت منها وروحوا تشوفوا عليه بالحاج برك ملي لليوم لليوم البارح برك او غير البارح برك داير فيها فيديو وراوي مناصي وراوي يدير وراوي يدير، وجماعه كاملين راهم قاعدين في 48 ولايه كما قلت لكم، ونعرفوهم واحد بواحد ومازالوا يتلقاو ومازالوا يقولوا الكلمه هذه يقولوها ولا نسمع فيها بذني، راهي مازالت كاينه الرجال، راهي مازالت كاينه الرجال بالكلمه هذه يقولوا فيها اليوم، يستناو وقتاش كيما قال واحد ليتانسال باش يجيو يوليو يديروا اكثر واش ما داروا في التسعينات. واذا الخطره هذه الله لا يقدر زادت انفجرت، الخطره هذه نقول لكم الحق كيما قلت لكم، اللي عنده شي تصويره يبعثها لابن عم ومنه ومنها غير يبعثها، خاطرش ماهيش راح تفهم، ماهيش راح تفهم. ما كانش يعني كيما قلت لكم البارح، كي نحبوا نحاربوا الارهاب منين نحاربوه؟ نحاربوه من جذور نتاعو. Le terrorisme ne sera éradiqué que à partir de ses racines. On ne peut pas tuer comme ça, on ne peut pas lutter contre le terrorisme avec le tout sécuritaire. خرج برك العسكر يقتلوه خلاص، لا لا يا جماعه، نقتلوا الارهابي الاخر نقتلوه، مازال الارهابي يجي. خاطرش علاه؟ لي راسين نتاعو مازالوا كاينين. نهار نحيو لي راسين نتاعو نكرازيوهم يروحوا ما عادش يكونوا كي ربي ساعدنا الكونسير، واحد مرض بالكونسير، مرض بالكونسير لازم يروح لوريجين نتاعو بعد ويقطعو، صعيب باش ما عادش يبدا يداوي فيه ومنه باش ما عادش يولي يزيد ينوض. ها هو واش لازم، مي موش تروح تدير تعطي له لاسبيرين وتعطي له الدوليبران وكالا يشرب، مي نو غلط، يمشي يمشي. حتى هذو الارهابيين تم خلي اليوم حنا الجامعات نتاعنا راهي قاعده تربي في الارهابيين، اليوم راهي قاعده تفورمي في الارهابيين، نساو رجال الجامعات نتاعنا وجماعه والله على بالهم. وروحوا تشوفوا اليوم التلفزيون نتاعنا ونديري رانا في نتاع بوكو حرام، والله نديري رانا في بوكو حرام، حتى هذو لي فيتون اللي داروهم ما عجبهمش الحال، ما عجبهمش الحال كيفاه يديروا لنا دي فيتون كيما هذو، حنا رانا في رمضان اسيدي، حنا لازمنا الطوبه ولازمنا كذا ولازمنا دونك دعش الدنيا دعش. على كل حال نزيد ان شاء الله يجي نهار ونزيد بالك غدوه ولا كي نكون عندنا وقت نعطي لكم دي فيديو باش تشوفوا حوايج دو فيزيو كيما قال واحد. دوك راح نقترح عليكم تشوفوا تشوفوا الدرك الوطني مساكن كيفاش يتعرضوا يتعرضوا للهجوم. على كل حال ما على باليش اذا جماعه اليوتيوب ينحيوه، اذا تنحى من اليوتيوب تقدروا تشوفوه سيغ الفيسبوك اذا نحوه. جو بيسيد لو باسي
باسكو حوايج كيما هادو نورمالمون سي انتردي دو فار باسي دي فيديو كيما هادو فيهم العنف الفيولونس. مي لا غالب انا شوي جورناليست دونك جيساي دو دوني باش الناس تشوف بعينيها. شوف كانوا خويا يكذبوا ويحسبوا يقول لك نا يا هذو خاطيين يا الدوله يا الدوله، ويجي يتكلم لي واحد يقول لي راهم نحاولنا خويا احنا ربحنا ونحاولنا. إذا إيه كنت جيت راجل وجيت في حل وجيت جزائري في حل تحب بلادك وتحب وطنك يا خويا نحاولك نحاولك. قالوا كلكم ربي سيدي احنا انتخبنا الشعب وانتم ما حبيتوش تخلينا نحكموا الحكم اخويا الله يسهل عليكم. يا الناس يشوفوا يقول لك حتى كي تروح يقول لك الشعب يقول لك سيدي انتم علاه ما خليتوش الناس مربحوا نحيتوا لهم مي سيتي با لو كا. يكذبوا عليكم يكذبوا عليكم. الناس صح فوطاو عليهم مي فوطاو عليهم بريمامون نورمالمون ما كانوش اكزيستيو نورمالمون. الفيس هذا ما يجيش خلاص الفيس هذا نورمالمون ما يخليوهش خلاص باسكو ما عندنا لا كونستيتيسيون الدستور يمنع يمنع الارتيكل 42 وقيلا يقول لك يمنع على كل واحد يدير حزب عن تحت غطاء ديني ولا جهوي ولا لغوي يمنع. حنا ما نجمش نروح ندير حزب الشويه ونجي انا اما الاخر يدير لي حزب القبائل الاخر يدير لي حزب بني بزاب الاخر يدير لي حزب العرب ولا يدير لي ويجي لا هذه ممنوعه ممنوعه الارتيكل 42 يقول شي هذا لغوي. انا شوي فرانكوفون نروح ندير حزب نتاع لي فرانكوفونيين والاخر يدير لي العرب نتاع المعربوفون والاخر يدير لي نو هذه ممنوعه. خلاوه كان ناس خلاوه دار وكاينهم ربي على كل حال وكاينهم ربي الناس هذو اللي خلاوه صح معليش فوت خرجوا هما الاولين علاش ما عندهم بروغرام هما ما عندهم اوكان بروغرام بوليتيك ما عندهم والو جابوا النسخه ويقول لك اللي ما يفوتيش علينا السما راه ما فوتاش على النسخه يكلحوا في الناس يكلحوا في الناس وفوتوا عليهم اسيدي الناس داو ها سيدي اروح خويا تخدم على روحك. قال لك لا ما نخدموش واش نفتح انفتح قالوا الشاد اللي عطينا انفتح عطينا انفتح وروح وقالوا له هذه هي اول انتخابات واخر انتخابات مش اول انتخابات اول انتخابات نزيهه. حتى بعد قالوا هذه هي اول انتخابات نزيهه وستكون اخر انتخابات يعني خلاص ما عادش يديروا انتخابات. علاش يحبوا يديروا لنا كي ليرون كيما ليرون اليوم يجيو يحكموا هذو الخميني وهما اللي ديزينيو شكون هما ما عادش تكون فيها انتخابات انتخاب غير على جال شكون في بعضهم برك شكون هو اللي ديريجي في بعضهم برك. هذا ما كان كانوا لي فيديو مازالوا وين كانوا يمشيو في الزقاق ويقولوا لا ميثاق لا دستور قال الله قال الرسول وهزين النسخ هك بعد باش نتفاهموا. لا ميثاق لا دستور قال الله قال الرسول. الناس جاوا باسم بالدستور كما قال واحد ضد الدستور مثلا الدستور نتاع البلاد كاين كي داو قال لك حنا ضد الدستور كانش ما فيها والو قال لك حنا الدستور تاعنا هاو واش بدو القران دونك سي نورمال كو من الناس ما دخلت شادي بن جديد ما قدرش جاو الرجال ولاد الرجال الفحوله لي جون فيزيت نتاع 92 وقالوا له يا حط السيقان نتاعك وروح هذا روحك ما يتبعوكش يمشي فوالا وقدروا باش يحس كيما قال واحد جابوا وحطوا ناس حتى الوقت هذاك اللي يعيطوا لواحد يقول له روح نحطوك والي يقول لهم لا لا ما نحبش روح نحطوك وزير يقول لهم لا ما نحبش قداش هذه لازم لها الرجال حاجه كيما هذه لازم لها الرجال ماهوش يزوا وهما كانوا موجودين لواحد جابوا السلاح وجابوا ديجا كي ثم بداو يهزوا فيهم بعد هزوا عليه بالحاج وهزوا بس المدني جماعه كل طلعت الجبل بسلاح دونك سيتي بريميديتي ماهوش يكذبوا عليكم يقول لكم باللي راه هكا بون نخليكم تشوفوا لا فيديو هذه اذا نحوها الغالب اذا حبسوا لي لا فيديو شوي اوبليجي باش نحيها ومن بعد نخليها في الفيسبوك واذا نحوها شوي 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 زولي الغالب فوالا علي تبعوا معي.